ومزيد من المتابعة لمهرجان العالمين تنضم إلينا مباشرة من هناك مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل. ميرنا أهلا بيكي، وإيه أخبار المهرجان النهاردة في اليوم الثاني ليه؟ تحياتي ياسر، تحياتي مشاهدينا الكرام. نتواجد مع حضراتكم الآن من أرض الملعب، المكان الذي شهد أولى فعاليات هذا المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط ترفيهيا وفنيا. هذا المكان شهد أولى الفعاليات والتي هي بطولة للتيك بول، والتيك بول هي عبارة عن لعبة مزيج ما بين البينج بونج وكرة القدم، وتقام هنا في هذا الملعب وعلى هذه الطاولات تحديدا التي تظهر في خلفي في الخلفية، هي الطاولات التي تتم فيها لعب هذه اللعبة. وبالأمس كانت أول الفعاليات لعب مفتوح، وشاركت فيه بطلتا العالم ناتاليا ومايا، وأيضا 64 فرقة من كل دول العالم، 64 فرقة مزدوجة من كل دول العالم شاركت أيضا في هذه الفعاليات. واليوم تستأنف هذه الفعاليات أيضا بنهائيات هذه البطولة التي شارك فيها عدد كبير من اللاعبين من كل أنحاء دول العالم. اليوم يوجد أيضا في ذات الملعب فعالية هامة للغاية، وهي تحدي العصر الذهبي، والتي يشارك فيها 25 نجما من نجوم كرة القدم المصرية من دفعة 2006 و2008 و2010، الذين امتعونا خلال 2006 و2008 و2010 بحصولهم على بطولة الأمم الإفريقية لثلاث مرات على التوالي، لذلك يسمون بالجيل الذهبي. من خلال 25 بطلا سيشاركون من خلال أربعة فرق هنا في مدينة العالمين، سيعودون مرة أخرى للعب، ستعود مرة أخرى الأجواء التي افتقدناها لأعوام طويلة. هذه المباراة الهامة التي ستبدأ اليوم، وهي ما بين أربعة فرق. الفريق الأول هو فريق كابتن حسام غالي، والفريق الثاني هو فريق كابتن أحمد حسن، والفريق الثالث هو فريق كابتن حازم إمام، والفريق الرابع هو فريق كابتن محمد فضل. دعونا نتحدث أنه العديد من نجوم كرة القدم المصرية سيشاركون في هذه الفرق. نتحدث عن كابتن عصام الحضري، كابتن سعيد معوض، كابتن شادي محمد، كابتن خالد بيبو، كابتن جدو. الفريق الواحد يضم أربعة لاعبين، ذلك بخلاف حارس المرمى والاحتياط، وهؤلاء هم اللاعبين الأساسيين. الفعاليات في هذه اللعبة ستتم في تمام الثامنة مساء هنا في هذه الأجواء الرائعة في هذا المدرج المجهز أمام البحر الأبيض المتوسط، أمام الشاطئ، في أجواء رائعة يعني لا يمكن أن نصف لحضراتكم كم الحماس الذي يكون في المكان، كم التفاعل الذي يحدث مع اللاعبين ومع الأجواء الرائعة هنا بساحل البحر الأبيض المتوسط. المدرج الذي أتحدث مع حضراتكم فيه الآن يتسع لأكثر من 2000 شخص، مجهز بكل الإمكانات. هناك شاشة لعرض النتائج بشكل مستمر، هناك أيضا تجهيزات أمنية وأيضا مساعدات لكل الزوار الذين يأتون بالطبع لحضور هذه الفعاليات. التذاكر متاحة منذ أيام على تذكرتي، يمكن لأي أحد أن يقوم بحجز هذه التذاكر والتوجه إلى هذا المكان لحضور هذه الفعاليات الرائعة. أما عن مدينة العالمين بوجه عام، مدينة العالمين ياسر يوجد بها استعدادات قصوى في كل شيء لاستقبال الزوار من كل أنحاء الوطن العربي، من كل دول العالم، استعدادات في الشوارع، في كل المرافق، في كل شيء لاستيعاب أكبر أعداد ممكنة، لأيضا توفير أفضل تجربة ممكنة للجميع في هذا المهرجان الضخم الذي يعتبر بحد ذاته فكرة جديدة وتوليفة جديدة ربما لا توجد في أي مكان آخر، أن تجد مهرجان بهذا الحجم على ساحل أجمل يعني السواحل في العالم، ساحل مدينة العالمين، ساحل البحر الأبيض المتوسط. مهرجان يضم العديد من الفعاليات، إن كانت رياضية، فنية، ثقافية، غنائية. الفعاليات الرياضية كثيرة وتحت تحدث في كل الأماكن هنا في المنطقة الشاطئية التي يمتد طولها تقريبا ما بين 14 كيلو متر طوال ساحل البحر الأبيض المتوسط، ليكون هذا هو الساحل الأكبر في الشرق الأوسط والوطن العربي. جدير بالذكر الفعاليات الرياضية ليست فقط بطولة التيك بول أو اليوم المباراة التي سيخوضها جيل العصر الذهبي، ولكن أيضا هناك العديد من المباريات والبطولات الأخرى مثل بطولة للبادل والتجديف، أيضا طائرات الأورسي وسيارات السرعة، والعديد من البطولات مثل الجود وغيرها من البطولات الرياضية ستتم في مدينة العالمين الجديدة خلال هذه الفعاليات. أيضا هناك فعاليات فنية على سبيل المثال، والله الحصر هناك يعني عرض أزياء لعشرة مصممي أزياء عالميين سيأتون بتراثهم وثقافاتهم وأزيائهم إلى هنا مدينة العالمين الجديدة. أيضا سيكون هناك عرض لسيارات ستجوب مختلف الأماكن هنا في مدينة العالمين، سيارات فارهة، 100 سيارة فارهة ستجوب مختلف الأماكن. أيضا سيكون في النهاية هناك حفل العالمين أورس، والذي يعتبر الحفل الأكبر في مجال
توزيع الجوائز ليس فقط في مصر ولكن في كل دول الوطن العربي. كذلك سيكون هناك حفلات غنائية ضخمة سيحييها ميجا ستورز الوطن العربي تحت عنوان ميجا ستورز الوطن العربي. وهذه الحفلات التي ستبدأ بحفلة الميجا ستور تامر حسني في 21 يوليو ويتليها أيضا العديد من الحفلات الأخرى التي سيحييها أيضا ميجا ستورز الوطن العربي. نتحدث عن نانسي عجرم، عمرو دياب، وإليسا، وراغب علامة، والموسيقار عمر خيرت. الكثير من النجوم الكبار سيكونون متواجدين هنا. بالطبع سيكون أيضا هناك العديد من التفاعل. تستعد مدينة العلمين لاستقبال ما يزيد عن 1,000,000 زائر، ولو أن المدينة مصممة لاستقبال ما يزيد عن 4 ملايين زائر، ولكن يستهدف في هذا المهرجان أن تكون الزيارة لأكثر من 1,000,000 زائر. ستقدم لهم أفضل خدمة هنا في مدينة العلمين، أثرى الفعاليات داخل كل الأماكن هنا في مدينة العلمين. والفعاليات يعني ياسر أساسا ستنعقد في 3 أماكن رئيسية. المكان الأول هو حيث نتواجد مع حضراتكم، المنطقة الشاطئية التي كما ذكرنا تمتد طولها بطول 14 كيلومتر كطول مدينة اسكندرية بالكامل، يعني يعتبر هذا هو الساحل الأكبر في الشرق الأوسط كما ذكرنا. أيضا مدينة الفنون والتي تعتبر من أهم الأماكن هنا في مدينة العلمين، وتم تشييدها على مساحة 260 فدانا، ويوجد بها إمكانات ضخمة من المسرح الروماني وتسع سنين، وأيضا منطقة للمتاجر والسلاسل التجارية، ويوجد أيضا بها دار أوبرا. كثير من الإمكانات التي ستستغل باستغلال أمثل خلال فعاليات هذا المهرجان. ننتظر أن تبدأ بعد قليل الجزء الثاني من مباراة التيك بول، وننتظر أيضا أن ننقل لكم كل الأجواء. هذه الصورة من عندي من هنا مدينة العلمين الجديدة التي الآن على موعد مع مهرجان هو الأكبر في الشرق الأوسط. وبهذا أعود إليك مرة أخرى ياسر في الاستوديو. شكرا جزيلا لك زميلتنا ميرنا عادل من العالمين الجديدة ومن المنطقة الشاطئية، شكرا جزيلا لك.